أعزائي مشاهدي طيبة في كل مكان، أسعد الله مساءكم دائما بالخيرات. من وحدة السلام من محافظة الوديع الجديد، نحييكم في حكاية جديدة من حكايات الواحات بمناسبة شهر رمضان الكريم. مشاهدين، أهلا بكم معنا في حكاية من حكايات الواحات في رمضان. وفي حكايتنا النهاردة نستضيف فضيلة الشيخ حسن عبد الحافظ، مدير إدارة شؤون الإدارات بمديرية الأوقاف بالوادي الجديد، والذي يسرد لنا أهمية شهر رمضان الكريم، وكيف يستطيع الإنسان المسلم أن يستفيد من الفرص التي منحها الخالق عز وجل لبل البشر للحصول على الجائزة بالاجتهاد في الإخلاص في العبادة. نعم، شهر رمضان هو شهر الخير وشهر البركة للعباد. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حكاية جديدة من حكايات الواحات بمناسبة شهر رمضان الكريم. ومعنا ضيف كريم هو فضيلة الشيخ حسن عبد الحافظ، مدير إدارة شؤون الإدارات في مديرية أوقاف الوادي الجديد. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالسادة المستمعين والمشاهدين. فضيلة الشيخ حسن، شهر رمضان شهر صاحب الفضل على البشرية كلها، شهر العودة بالإنسان إلى طبيعته، شهر ذات طبيعة خاصة. وإحنا يعني في شهر رمضان الكريم كلمنا كيف الإنسان يستفيد من هذا الشهر وكيف نستغل هذا الشهر الكريم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، بداية كل عام وأنتم بخير، وكل عام والأمة الإسلامية جميعا بخير ويمن وبركة. أيام مضت وشهور قضت ودار التاريخ دورته، فأقبلت الأيام المباركة شهر الرحمة والمغفرة، شهر الصيام والقرآن، شهر رمضان. وإنها لمنة عظيمة ونعمة كبيرة أن بلغنا الله عز وجل هذه الأيام المباركة. فأي أيام أفضل من هذه؟ وأي شهر أفضل من شهر رمضان؟ الله تبارك وتعالى خلق الأشهر وجعل منها أربعة حرما وعظم حرماتهن، لكن إذا كان الأمر كذلك فإنه سبحانه اختص شهر رمضان بصفة أخص وميزة أعظم، ألا وهي نزول القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. جميع الكتب السماوية والرسالات نزلت في شهر رمضان، وهذا يعني مزية من الله لهذا الشهر وإكراما لهذا الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر حديثا في هذا، يعني وكان الراوي الصحابي الجليل واثلة ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه، قال: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزل التوراة لست خلت من رمضان،
وأنزل الإنجيل 13 خلة من رمضان، وأنزل الزبور 18 خلة من رمضان، وأنزل القرآن 24 ليلة خلة من رمضان. ما شاء الله ما شاء الله، افتح عليك يا شيخ حسن. خد الله لك. فجميع الكتب السماوية إنما نزلت في هذا الشهر، فالله عز وجل جعل هذا الشهر ميقاتا لنزول كتبه ورسالته. هذا يعني مما اختص الله عز وجل به هذا الشهر، وربما هذه أول مزية. الله تبارك وتعالى خص هذا الشهر أيضا بأنه شهر العتق من النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لله في كل يوم وليلة من شهر رمضان عتقاء من النار. فهي ليست فرصة واحدة للعتق من النار، وإنما 60 فرصة، 60 فرصة في كل يوم وليلة. اليوم يختلف عن الليلة، فرصتين في اليوم، في اليوم بالليلة. ففي الشهر 60 فرصة للعتق من النار. هذا مما خص الله عز وجل به هذا الشهر دون باقي الأشهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل هذا الشهر يسر به، يفرح ويهنئ أصحابه بقدوم هذا الشهر. ما هنأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بشهر إلا شهر رمضان. فكان إذا جاء هذا الشهر يقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، فيه ليلة فيه تفتح أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. يعني ليلة القدر، ليلة القدر. يعني الذي يخرج من هذا الشهر وتأتي عليه العشر الأواخر ويخرج من ليلة القدر دون أن يغفر له، فهو المحروم الذي حرم نفسه من هذا الفضل الكبير. تلاوة القرآن الكريم وذكر الله والصلوات على النبي هي أجمل ما منحه الله لبني البشر، فبالقرآن تحيا النفوس، وبذكر الله تطمئن القلوب قبل العقول. الشيخ حسن أبو حافظ مدير إدارة شؤون الإدارات في مديرية أوقاف الرداء الجديد، إذا تكلمنا عن الحلاوة وعن الطلاوة وعن تلاوة القرآن وعن ذكر الله وعن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، تلك العبادات هي مفتاح للرزق، مفتاح للصحة، مفتاح للذاكرة، مفتاح للبدن، مفتاح لكل حاجة في حياتك كويسة. تكلمنا عن أهمية اليقين والعودة إلى ذكر الله في هذا الشهر الكريم. أولا الذكر، الله عز وجل سمى الذكر في كتابه: ولذكر الله أكبر، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم قال: ولذكر الله أكبر. وكأنما قال الله سبحانه ذلك بعد إقامة الصلاة وتلاوة القرآن، أن الذكر مهم، نعم، وأكبر العبادات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فذكر الله عز وجل يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به السيئات، وما هو أعظم لكم من إنفاق الورق والذهب، الورق والفضة والذهب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تبارك وتعالى. فذكر الله عز وجل يعني أسهل العبادات، أسهل العبادة ذكر الله عز وجل. سيدنا عبد الله يعني ابن عباس يقول: ما جعل الله عبادة إلا جعل لها حدا ينتهى إليه، إلا الذكر.
فإنه لم يجعل له حدا ينتهى إليه، ولم يعذر تاركا للذكر إلا معذورا على تركه. ومن معذور عن ذكر الله عز وجل؟ وذلك قال: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، على أي وضع أنت عليه اذكر الله تبارك وتعالى، وهو أكبر ما يجمع به الإنسان حسناته. أما من ناحية اليقين فنجد هذا اليقين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. أحد الصحابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة، فقال: ما لك؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. مهموم ومديون. قال: ألا أدلك على كلمات إذا قلتهن كشف الله همك وأذهب عنك غمك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذا ذكر. لا يعني لم يقل أنه صلى الله عليه وسلم اعمل مثلا في الحقل، اعمل عند فلان خادما، اعمل كذا وسدد دينك وكذا، لا، وإنما دله على ذكر: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الجميل والعجيب أن الصحابي قال: ففعلت ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ففرج الله همي وقضى عني دين. السلام والتكافل الاجتماعي هي كلها مرادفات للرحمة والمحبة وحب الخير. ومنكم صالح الأعمال يا أرحم الراحمين، أنت الأول وأنت الآخر يا الله. فضيلة الشيخ حسن عبد الحافظ مدير إدارة شؤون الإدارات في مديرية أوقاف المذيع الجديد، إذا كنا بنتكلم عن شهر رمضان وبنتكلم على أهمية هذا الشهر في تحقيق تكافل، تكلمنا عن أهمية التكافل اللي بيحققه هذا الشهر الكريم من سلام اجتماعي وسلام في كل الاتجاهات لبني البشر من الأمة الإسلامية، وإن شهر رمضان لكفيل بكل ذلك. فيه يلقى المسلم أخاه المسلم. من الفطرة الإسلامية التي فضل الله الناس عليها أن الإنسان إذا كان بينه وبين أخيه ضغينة، إذا ما جاء شهر رمضان تجد لابد أن تجد أحدهما يبادر إلى الآخر، وإذا ما بادر الآخر إذا ما بادر أحدهما إلى الآخر رد الآخر فيقول له: وأنا والله كنت أجيلك. وكأنما الإحساس واحد عند الناس في شهر رمضان. هذا من ناحية السلام الاجتماعي، لأنه شهر تتغير فيه القلوب، ترق فيه القلوب وتدمع فيه العيون ويكون فيه الخشوع والسكينة. هذا وكأنما أنزله الله عز وجل على قلوب البشر أجمعين. ومن الناحية الاجتماعية الأخرى اللي هي من ناحية الصدقات والزكوات، فإن الله عز وجل ما شرع الزكوات والصدقات إلا من باب التكافل الاجتماعي. ولو أن كل إنسان معه مال أخرج زكاته ما وجدت فقيرا بين الناس. فالإنسان لابد عنده ثمار يخرج زكاة ثمار، عنده مال يخرج زكاة ماله، عنده أي شيء يخرج هذه الزكاة. فإذا ما أخرج الناس زكاتهم لله لا أحد فقير. نعم،
أبدا. وربما يشتكي الناس من الغلاء لأسباب كثيرة، لأسباب كثيرة لمنع الصدقات ومنع الزكوات، وما منع قوم زكاتهم إلا أصابهم الفقر القحط. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ففي شهر رمضان تجد كثير من الناس على الجانب الآخر يتصدق ويخرج زكاته، ومنهم من يعني جعل حوله في شهر رمضان، يعني يحدد حول لماله ولإخراج زكاته في شهر رمضان، عندما يأتي رمضان يخرج زكاة، فتجد يعني الأموال كثيرة. وأقول لك يعني جل الناس مسلمهم ومسيحهم ينتظرون الصدقات في شهر رمضان، وربما استدان إنسان وهو يعلم أنه في شهر رمضان هيسددها. كثير ما اللهم فرق بين يعني كروب الناس كلها. أمين. فضيلة الشيخ حسن عبد الحافظ مدير إدارة شؤون الإدارات في مديرية أوقاف الوادي الجديد، إذا كنا بنتكلم بقى عن الزكاة، ماذا تفعل الزكاة من تطهير لمال البشر وللنفوس وللعباد بشكل عام؟ لأن ده بيحقق نوع من السلام الاجتماعي في الأول وفي الآخر، بيبقى خالصة لوجه الله، بيبقى رد فعل ده جميل جدا. كلمني عن تطهير النفوس وأهمية الزكاة دي في التطهير. قال الله عز وجل، والأصل في ذلك يعني، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. المقصود بالصدقة هنا هي الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل معاذ، لما أرسل معاذ إلى اليمن، يعني هذا نموذج واحد، قال له أخبرهم عن الله عز وجل، أن الله موجود، هناك إله، فإنهم عرفوا الله أخبرهم أن عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإن قبلوا منك فأخبرهم أن عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن قبلوا منك فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما كان يذهب وليا على اليمن، خذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس. يعني إيه توقع كرائم أموال الناس؟ يعني لا تأتي على مثلا على واحدة من الإبل السمينة التي هي عزيزة وغالية ونفيسة على أهلها وتقول سأخذ هذه الصدقة أو أخذ هذه الزكاة، لا، لا تأخذ من هذا، وإنما ما يعطونه لك، أنت كده كده هتأخذ الزكاة، لكن خذ الزكاة ما يجدون به. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يعني ناس، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، وكانوا هؤلاء من قبيلة مضر، فتمعر وجهه. لماذا؟ لم يكن عليهم أي شيء، ولم يكن معهم أي شيء، ولا يملكوا من حطام الدنيا شيء. قال العلماء كانت قماشة لها خرقة في وسطها تدخل منها الرأس، وبعضها من الأسفل وبعضها من الأمام، ومعهم السيوف، هذا كل ما معهم. فلما راهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجههم من الفاقة التي هم زعل يعني جدا، واخذ يدخل ويخرج واضطرب واحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم خرج فصعد المنبر يعني خطب في الناس، تصدق أحدكم من درهمه، تصدق أحدكم من ديناره، تصدق أحدكم من صاع بره، من صاع تمره، من صاع شعيره، حتى قال ولو بشق تمره. فلم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ورأى أمامه كومين، كوم من طعام وكوم من ملابس، فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرح، وكان إذا سر رسول الله استنار وجهه كأنه قطعة قمر. النبي صلى الله عليه وسلم فرح ليه؟ فرح لأن التكافل الاجتماعي هو ده أصل التكافل اللي بيحقق الإسلام. يعني كيف ينام الإنسان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، لا يؤمن أحدكم أن يبات شبعان وجاره جائع، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن يتفقد الناس الإنسان الناس، لابد أن يتفقد الإنسان جاره وصديقه وهكذا، ده التكافل الذي يحققه الإسلام.
عز وجل شهر رمضان الكريم بأنه أفضل الأشهر على مدار العام، ففيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار. وما أجمل أن يغتنم الإنسان تلك الفرص، فالأيام تدور ولكن يبقى منها العمل الصالح. فضيلة الشيخ حسن عبد حافظ مدير إدارة شؤون الإدارات في مدير الأوقاف الوادي الجديد، من فضائل هذا الشهر الكريم ليلة القدر، فكلمني عن أهمية هذه الليلة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال إنها خير من ألف شهر. عايزين نبين بس للمشاهد الكريم أهمية هذه الليلة علشان الإنسان يجتهد في العبادات وفي الإخلاص وفي التفاني وفي الرحمة وفي المغفرة كل ده. طبعا هي ليلة القدر من رحمات الله عز وجل بالأمة المحمدية فقط، يعني ليلة القدر بالأمة المحمدية أجرها، يعني هي كانت قديما لكن أجرها يحصل للأمة المحمدية فقط. ما الأجر؟ الإنسان منا يعيش يعني 50 سنة 60 سنة 70 سنة، هكذا أعمار الأمتي كما قلنا صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل منهم من يجاوز ذلك. ليلة القدر لها ثواب 83 سنة. 83 سنة، لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة عن 4 رجال عبدوا الله 40 سنة ما عصوا الله طرفة عين، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من عبادتهم وتعجب الصحابة، يعني ازاي هذه المدة ولم يعصوا الله عز وجل طرفة عين. فأنزل الله على رسوله: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني أفضل من 1000 شهر عبادة. فقال جبريل: هذا يا محمد لك ولأمتك خير مما عجبت منه أنت وأصحابك. يعني دوا أفضل مما نعمل. إيه بقى نعمل إيه في الليلة دي؟ نعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان إذا دخلت العشر، عشان احنا نتكلم في 10 ليالي مش نتكلم في ليلة، لأن الله أعلم أخفاها الله عز وجل عشان نجتهد. نعم. فكان إذا دخل العشر كان كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: جد وشد المئزر. فأم المؤمنين عائشة عايزة توضح لنا يعني كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في العشرة. كان إذا دخل، كان يخلط 20 بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر شمر وشد المئزر، اعتزل نساء وضرب له خيمة في مسجده، وأفرغ هذه الأيام وهذه الليالي العشر عبادة خالصة لله تبارك وتعالى. وهو من؟ هو الذي غفر الله له ما تقدم. صلاة وذكر، صلاة وذكر وعبادة وتلاوة. نعم، الإنسان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل في المسجد ماكس في المسجد يعني ليلا ونهار يعبد الله عز وجل، فقال: من ينفق على هذا؟ قالوا: أخوه. قال: أخوه أعبد منه، لأن الأصل في دين الإسلام العمل. تعمل وتعبد الله عز وجل، يعني لا العمل يعطل العبادة ولا العبادة تعطل العمل. لكن لا تجلس في مسجد وتعبد الله تقول: أنا أعبد الله. من ينفق عليك؟ من يأتيك بطعامك وشرابك وكذا بكذا؟ لكن في ليلة القدر لا، العشر أيام دول لله تبارك وتعالى، أنا خصصت 10 أيام لله عز وجل كي أنال ليلة القدر، ليست فيها أي مشكلة، ليست فيها أي مشكلة. لكن أن يكون هذا ديدا الإنسان في حياته أجمع
لا يجوز له أن يجلس في المسجد ليلا ونهارا يقول أنا عبد الله. أم العمل والعباد، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، وأيضا يعني هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني جعلكم عمارا تعمروها وتأخذون خيراتها. حضرت الشيخ حسن أبو حافظ مدير إدارة شؤون الإدارات في مدير الوقف الرياضي الجديد، أنا بشكر حضرتك على هذا اللقاء، ولكن قبل ما أختم عايز أسمع دعاء جميل من حضرتك بمناسبة هذا الشهر الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا هذه الأيام المباركة وبارك لنا فيها، اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم بلغنا ليلة القدر وبارك لنا فيها، وارزقنا العمل الصالح فيها. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا بذنب مغفور، اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا بذنب مغفور، واسكننا بالعمل الصالح فيه مع النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. آمين آمين. في حكاية من حكايات الواحات في رمضان، سردها لنا فضيلة الشيخ حسن عبد الحافظ مدير إدارة شؤون الإدارات بمديرية الأوقاف بالوادي الجديد. كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله أن يعيد علينا وعليكم تلك الأيام بالخير واليمن والبركات. وفي الختام له منا التحية ولكم منا السلام، ورمضان كريم. أعزائي المشاهدين، كنا معكم في حكاية من حكاية الوحات، قدمناها لكم من محافظة الوادي الجديد، وإلى أن نلتقي معكم في حكاية جديدة لكم تحياتي.